منذ قرن ونيف بني خارج أسوار المدينة العتيقة بهندسة معمارية من تصميم فرنسي وتنفيذ إيطالي. نحن في حضرة المسرح البلدي، أحد أهم معالم شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، فلنكتشف معاً هذه التحفة المعمارية والثقافية. هذه تمثل أول ممثلة صعدت على رقح المسرح البلدي في تونس وقت اللي مازالت تعمل، يعني أعمرها المرأة هذه الممثلة الأولى الفرنسية اللي طلعت عمرها من عام 1902. في الداخل تزحف على بياض الأسقف والجدران رسومات مختلفة منقوشة باللون الذهبي، تتوزع التماثيل للزينة وتستقيم الأعمدة الرخامية في شموخ. قماش القطيفة الحمراء الفاخر يمنح قاعة العرض فخامة ورونقا خاصا. فتح المسرح البلدي منذ تدشينه الطريق لمختلف مجالات الإبداع الفني، أوبرا، باليه، موسيقى سيمفونية ودراما. وقع تدشين في الشكل الجديد متاعه، وقع تدشينه عام 1911، ومن وقتها المسرح يعني شاهد يقول لك من العالم الكل، كانت تجي المسرحيات وتجي لي زوركستر ويجي المسرحيات الغنائية ويجي من فرنسا، من بلجيكا، من إيطاليا، من مصر، من تونس، من المسرح كان بالحق كي قلت انت تحفه، يعني الكلمه في بلاصتها، على خاطر كان اسمه لا بونبونيير. لا بونبونيير التوا الناس يطلقوا عليه اسم لا بونبونيير على خاطر هو علبه حلوى. على ركحه تم تقديم العديد من المسرحيات الشهيره قام بأدائها عمالقة العالم المسرحي من تونس والعالم العربي والعالم. سيتان بيجو، أنا راه تقولش عليه كعبة دياموند جاية في وسط تونس في سنتر فيل، فما أسماء عالمية ساعة من غير من، وإذا كان باش نجبد على التوانسة اللي هما متاعنا يكفي كي نقول لك أنا معناها أغلب الفنانين القدم اللي هما أسوا في ميدان الأغنية للأغنية التونسية ولا أسوا للمسرح التونسي، نذكر السيدة رامان الله يرحمها، نذكر السيدة عليا الله يرحمها، سي الهادي جويني يرحمه، سالي رياحي اللي مات على خشبة المسرح هذه، معناها يعني كان يعني أكبر أسامي ونجوم تعداوا بالخشبة هذيك، تحس النفس نتاعهم مازال موجود توا في المسرح معانا. هو ليس التاريخ فقط بل شاهد عليه، يحتضن منذ عقود العروض الفنية والتمثيلية ويطل من عليائه على مسرح الحياة في الشوارع المحيطة به بأبطال وأحداث لا يحتضنها لكنه يرقبها. إلى برنامج صباح العربية، أحلام العبدلي، تونس.